السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. ده اول فيديو في حفظ كلمات منهج الصف الرابع الابتدائي، يعني هنبدأ ان شاء الله ناخد في كل فيديو مجموعة من كلمات الترم الاول لعندي، لما ابدأ ان شاء الله في شرح المنهج للعام الدراسي الجديد، بحيث تبقوا حفظتوا الكلمات ويبقى ان شاء الله بعد كده الموضوع سهل عليكم. طبعا في كل فيديو هناخد مجموعة من الكلمات، هنفضل نكرر في الكلمات نطق وسبيلنج، وان شاء الله بإذن الله تطلعوا من الفيديو حافظين مجموعة الكلمات اللي اخدناها في الفيديو، بحيث لما نبدأ في شرح المنهج تبقى الكلمات سهلة جدا عليكم. اهم حاجة حفظ الكلمات نطق وسبيلنج، لما بنحفظ الكلمات يا حلوين بنعرف نقرأ اي جملة ونترجمها. ونبدأ في فيديو النهاردة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا هنبدأ كده في كلمات منهج الترم الأول، دي طبعا كلمات يونت 1 الوحدة الأولى في الترم الأول. هناخد مجموعة من كلمات الوحدة الأولى، في كل فيديو هناخد مجموعة من الكلمات بحيث مكترش عليكم في الكلمات وتطلعوا من الفيديو حافظين الكلمات نطق وسبيلنج. أول مجموعة من الكلمات هناخدها النهاردة بعنوان الطعام والشراب، foods and drinks. foods and drinks يعني الطعام والشراب. foods بمعنى أطعمة كده جمع، and بمعنى و حرف عطف، ودرينكس بمعنى مشروبات. يبقى الطعام والشراب foods and drinks. لازم نحفظ عنوان الكلمات foods and drinks، ولازم نحفظ كل كلمة نطق وسبيلنج. foods f o o d s and and drinks drinks نقسم الكلمتين تاني يا حبايبي. foods f o o d s and and drinks drinks. لما بنقرا الكلمة صح بنقسمها لأجزاء تبقى سهلة جدا في الحفظ والنطق والسبيلنج. أول كلمة عندنا في الأطعمة والمشروبات ثمرة الطماطم tomato tomato توميتو، كلمة سهلة جدا، أولها تو تي أو، بعد كده مي أم إيه، وبعد كده تو تي أو، بتبدأ بتو وبتنتهي بتو. توميتو توميتو تي أو أم إيه تي أو. تاني كلمة أرز رايس رايس، حرف السي بينطق زي الإس، رايس رايس آر أي سي إي، كده جزئين. بنقسم الكلمة على حسب عدد الحروف اللي في الكلمة، دجاجة أو لحم دجاج chicken chicken chicken. السي اتش بننطقهم تشي، السي اتش في الصوتيات بننطقهم تشي يعني ت وشين. وعندنا السي كي مع بعض كده اللي في النص بننطقهم كي، بنقول chicken chicken. نقسم الكلمة سي اتش اي سي كي اي ان، سي اتش اي سي كي اي ان chicken chicken. ثمرة البطاطس potato 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 p o t a t o p o t a t o. الكلمة طبعا سهلة جدا مقسمة نفسها potato p o t a t o. بصلة onion 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 o n i o n، اولها اون واخرها اون، o n و o n وفي النص اي، onion onion o n i o n. ثمرة المانجو مانجو، طبعا انا اتمنى يا حبيبي تحفظي الكلمات في فترة الاجازة علشان ان شاء الله لما نبدأ في شرح المنهج، المنهج طبعا كبير جدا وصعب عليكم شوية، فلما نحفظ الكلمات من دلوقتي احنا كده بنوفر وقت للمنهج. ثمرة المانجو مانجو مانجو ام اي ان جي او. الكلمة دي مكونة من كلمتين، اولها مان بمعنى رجل، وبعد كده جو فيرب بمعنى يذهب. الكلمتين مع بعض كده المعنى تغير تماما، مانجو يعني ثمرة المانجا. مانجو مانجو ام اي ان جي او. بعد كده موزة بنانا بنانا b a n a
ان ايه موزه بنانه بنانه بي ايه ان ايه ان ايه عنب جريبس 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 جي ار اي بي اي اس جي ار اي بي اي اس جريبس جريبس. بعد كده عندنا بطيخ ووتر ميلون. النطق الصحيح ان احنا نقول ووتر ميلون وليس ووتر ميلون. بطيخ ووتر ميلون ووتر ميلون. عندنا حرف الاو هنا سايلنت اللي قبل الان. ووتر ميلون ووتر ميلون اولها ووتر بمعنى مياه دبليو اي تي اي ار ميلون ام اي ال او ان. بعد كده قصب السكر شوجر كين شوجر كين شوجر كين شوجر اس يو جي اي ار كين سي اي ان اي حرف السي بينطق كي. بعد كده لبن ميلك 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 ام اي ال كي لبن ميلك ميلك ام اي ال كي. نقولهم كمان مره. الطعام والشراب او الاطعمه والمشروبات foods and drinks foods and drinks foods and drinks. ثمرة الطماطم tomato 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 t o m a t o or rice 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 r i c e. دجاجة او لحم دجاج chicken 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 c h i c k e n. ثمرة البطاطس potato potato p o t a t o. بصلة onion onion o n i o n. ثمرة المانجو مانجو مانجو m a n g o. موزة بنانا 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 b a n a n a. عنب grapes 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 G R A P E S. بطيخ watermelon watermelon W A T E R M E L O N. قصب السكر sugar cane sugar cane S U G A R cane C A N E. لبن milk 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 M I L K. كده يا حبايبي نكون انتهينا من فيديو النهاردة. انا مش هطول عليكم بحيث مجموعة الكلمات اللي تاخدوها في كل فيديو تطلعوا من الفيديو حافظينها، مجرد ما تراجعوا عليها تاني تثبت في ذهنكم على طول. ان شاء الله الفيديو اللي جاي طبعا هنا هو دي كده ريفيو مراجعة على الوحدة الاولى، يعني بجمع الكلمات يونت 1 كلها. في كل فيديو هناخد جزء من الكلمات دي، كده تبقى اهم كلمات في الوحدة. فاحنا طبعا لو طلعنا من كل وحده في فتره الاجازه حافظين مجموعه الكلمات اللي هي جايه في الريفيو، يبقى كده كويس جدا بالنسبه لكم. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هناخد المجموعه الثانيه من الكلمات. بكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.